بعض الأحيان ما يحتاج إلى جهد كبير، وإنما يحتاج إلى كلمة واحدة. واحد جاي كل الطريق بس يحتاج الكلمة الأخيرة يسمعها من شفتك. بعض الأحيان جملة واحدة، عبارة واحدة، واحد يكتبها وينشرها، هاي العبارة تسبب هداية الآخرين. في إحدى البلاد الأجنبية خطيب من الخطباء الكرام يرتقي المنبر، بعد إكمال المجلس، انتهاء المجلس، يطلع يخرج إلى خارج الحسينية، يجد خارج الحسينية رجل مبين عليه قد بكى بكاء شديدا. فصاحب المجلس كان يرافق الخطيب، قال له: هذا الرجل مو مسلم، ولكن كل ليلة يحضر إلى مجلسك ويجلس عند الباب ما يدخل احتراما للمكان، يعرف نفسه، هذا خارج الدائرة. جاء الخطيب وقال لهذا الفرد، وتبين أنه شاعر وله ديوان حول الإمام الحسين، ولكن قال له: ما رؤيتك حول سيد الشهداء عليه السلام؟ فقال الرجل: الإمام الحسين عليه السلام سيد العقلاء. فقال له الخطيب: هذا سيد العقلاء اللي أنت تعرف عنه كل شيء، ما سألت في يوم من الأيام لماذا ضحى؟ هذا الديوان اللي أنت نظمته في يوم من الأيام ما فكرت مع نفسك لماذا؟ فأطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.